السلام عليكم ورحمة الله. انتصف ليل تونس. فيما يلي عناوين الأخبار: اتفاقية شراكة وحل الأزمة الليبية والهجرة غير القانونية أبرز محاور مباحثات رئيس الجمهورية ونظيرته المالطية. وزير الدفاع يتعهد بكشف حقيقة غرق مركب الهجرة غير القانونية قبالة قرقنة، ويؤكد أن تونس تعد استراتيجية تصنيع عسكري وطني. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المالية التكميلي 2017، ونواب يوصون بتجنب مثله مستقبلا. أهلا بكم مشاهدينا. اتفاقية تعاون بين تونس ومالطا في قطاعي السياحة والتربية والتكوين تم توقيعهما الثلاثاء خلال لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيسة مالطا ماري لويز كولايرو بريكا بعد أن تبادل الرئيسان وجهات النظر بخصوص ملفات عديدة على رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية عدا عن تطورات الملف الليبي. خلال محادثات أجرتها مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أكدت رئيسة جمهورية مالطا حرص بلادها على دعم تونس في كافة المجالات ودفع استثماراتها لجعلها جسر عبور رجال الأعمال من مالطا نحو إفريقيا، مشيرة إلى أنها تعمل أيضا كرئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي على دفع تونس لاكتساح الأسواق الأوروبية. مالطا ما تزال صوتا لتونس داخل الاتحاد الأوروبي، وستبقى باعتبار موقعها في البحر الأبيض المتوسط بلدا يدافع عن السوق التونسية داخل التكتل الأوروبي. وتونس هي بلد الفرص الحقيقية وبلد خلق مواطن العمل، وبإمكانها أن تكون جسرا بين أوروبا والضفة الجنوبية للمتوسط. كما تناول اللقاء عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتطورات الملف الليبي. وفي هذا الخصوص أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن كثرة الخلافات في صفوف الليبيين تطيل مسار الحل التوافقي الذي تسعى تونس لإرسائه. أنا نعرف أن مالطا عندها علاقات جيدة مع ليبيا من زمان، وفي تعاون في كذا، ولهذا معناها نحن الدولتين يعني عندنا نفس المصلحة ونفس الرغبة في كونه ليبيا تسترجع نظارتها، تولي عندها الدولة نتاعها، الدولة الليبية، وتكون الدولة اللي يسيروها أبنائها الليبيين بدون إقصاء. احنا ما عندناش فرق ما بين فلان أو فلان. اللقاء كان مناسبة لتوقيع اتفاقيتي تعاون بين تونس ومالطا في مجالي السياحة والتربية والتكوين، وذلك دعما لتبادل الخبرات السياحية ولتعزيز التكوين المشترك في صفوف الشباب. الجانب المالطي عندهم تجربة كبيرة في التكوين المهني، يعني كيف يمكن أن نتعاون فيما بيننا لتأهيل يعني الشباب التونسي للبحث عن العمل، خاصة من حاملي الشهادات العليا، يعني يعني تكوين يمكنها من ولوج سوق الشغل. هناك في المجال السياحي كما قلت لك، يعني خاصة في مجال الكروازير، في مجال تبادل الخبرات، مالطا ضاعفت بثلاث مرات يعني عدد السياح خلال السنوات الأخيرة. هو لقاء دبلوماسي سياسي بين رئيس الدولة ورئيسة جمهورية مالطا، يسعى من خلاله الطرفان إلى تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات. في إطار تخفيض نفقات الدفاع الوطني وتطوير قدرات الجيش الوطني العملياتية، اختارت وزارة الدفاع الوطني موضوعا لدورة معهد الدفاع الوطني 35 إرساء استراتيجية تصنيع عسكري وطني. أرجع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي دواعي اختيار موضوع الدورة 35 للمعهد الوطني والتي يشارك في أشغالها عدد من الضباط السامين بالجيش الوطني وكبار إطارات الدولة إلى تطوير القدرات العملياتية وتخفيض النفقات الدفاع الوطني، وخصوصا تمكن الكفاءات التونسية العسكرية والمدنية في سنة 15 و2000 من استكمال تصنيع خافرة بحرية. هذا مثال من أحسن الأمثلة ألا يمكننا باش نتشجعوا وباش يكون عنا الحق باش نحلموا باش نوضعوا استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للتصنيع العسكري.
غير أن تركيز استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري يستوجب وفق وزير الدفاع توفر شروطا معينة، من بينها تثمين نتائج البحث العلمي وأحكام التعاون مع دول الشقيقة والصديقة فيما يتصل بتكوين الموارد البشرية. تركيز كل مكونات منظومة البحث العلمي والتكنولوجي من موارد بشرية، من موارد مالية، من برامج حسب الأولويات، من منظومة تقييم وتنفيذ ومتابعة. كما قال وزير الدفاع الوطني إن إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري يحتاج للاشتغال على مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والمادية والبشرية. بأغلبية 104 أصوات وعقب نقاش عام أجاب خلاله وزير المالية رضا شلغوم عن تساؤلات النواب، صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة الثلاثاء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 17 و2000. صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 17 و2000 بعد نقاش عام مطول أتى خاصة على الفرضيات التي بنى عليها مشروع القانون والمتمثلة في توفير التمويلات اللازمة لتغطية تفاقم عجز الميزانية لمجابهة النفقات الإضافية والحرص على التحكم في الدين العمومي إلى جانب التحكم في التوازنات المالية وحصر عجز الميزانية في حدود 6.1% من الناتج لسنة 17 و2000. الانزلاق في مستوى عجز الميزانية بشكل عام اللي كان متوقع بشكون 5.4% وصلنا آخر سنة 6.1%، بمعنى وأنه الفرضيات أول شيء كان منها الفرضيات معلومة معناها متوقعة، إلا أنه الحكومة لم تأخذ باعتبار ما وقع يعني الحديث حوله أثناء نقاش قانون المالية ل 2017. قانون المالية هذا التكميني كان أخفى بعض حاجات في القانون المالية الأصلي اللي ما كانش موجودة وتو ظهرت، هذا هو اللي نعيبوه على الحكومة في عدم شفافية الموضوع من نهار الأول، معناها في كتلة الأجور مثلا. كي جينا من عند الحكومة كان فيه دعم الجبائي سنة الشهر الأخراني من 2017 وسنة 2018، نحن قلنا نكملوا 2017 بما أنه قانون مالية تكميلي 2017 وتقريبا هذا اللي اتفقنا فيه في اللجنة. فرضية قدم وزير المالية رضا شلغوم بعض التفسيرات والأسباب التي أدت إلى وضعها في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الحالية. هل يمكن التنبؤ بأسعار الدولار ولماذا لا يؤثر ذلك في ميزانيات الدول الأخرى؟ ميزانيات وأسعار النفط كذلك، ميزانيات الدول الأخرى لا تدعم هذا المنتوج وبالتالي تذبذب الأسعار أو تغير الأسعار لا يؤثر على ميزانيتها. كذلك كان ثم ارتفاع لكلفة توريد الغاز الطبيعي اللي تستعمله ستاج في إنتاج الكهرباء، وهنالك تأثير حتى بالنسبة للفترة القادمة. وقد قدم عدد من النواب توصيات بالعمل قدر الإمكان على تجنب قوانين مالية تكميلية مستقبلا لما لها من رسالة سلبية خاصة للمستثمرين على حد تقديرهم. وكفى قوانين تكميلية لأن هذا نجم يوصل رسالة سيئة للمستثمرين وللعالم أن الوضع في تونس غير مستقر، نحن نريد أن تبنى الفرضيات مستقبلا على أساس واقعي. مشروع قانون المالية التكميلي حظي ب 104 أصوات ومعارضة 12 صوتا وتحفظ 5 أصوات أخرى. جرى ارتطام قطار نقل المسافرين الرابط بين تونس وبنزرت بحاجز نهاية السكة بمحطة بنزرت، أصيب 14 شخصا بجروح خفيفة وفق بلاغ شركة السكك الحديدية التونسية الذي أكد أنه تم نقل المصابين على جناح السرعة إلى مستشفى الحبيب قطفة أين تلقوا الإسعافات الأولية، ووضح البيان أن أغلبهم غادر المشفى. على الساعة 2:30 بعد الزوال جد حادث قطار على مستوى محطة الأرتيل ببنزرت، أسفر الحادث هذايا على إصابة 14 جريح، تم إسعاف 12 جريح وتم تسريحهم وغادروا المستشفى، واحتفظنا بزوج جرحى تم إسعافاتهم الحالين وتحت المراقبة، وقمنا لهم بديسكانير وحالتهم توا جيدة وإن شاء الله مش يتم تسريحهم في أقرب وقت. إصابات مختلفة وطفيفة، فماش إصابات خطيرة، فما زوز إصابات على مستوى الرأس هذوم اللي قلت لك عليهم وعملوا الإسكانير ولا بس.
أكدت وزارة الخارجية التونسية أن التصعيد الحاصل بين المملكة العربية السعودية وإيران يعرقل الجهود الإقليمية والدولية قصد التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدة في بيانها تضامن تونس مع المملكة العربية السعودية وحرصها على أمنها وأمن منطقة الخليج العربي. يبدو أن نيران هذا الصاروخ الذي انطلق السبت الماضي من الأراضي اليمنية واستهدف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سيدخل المنطقة في حرب لا يمكن التكهن بنتائجها. هذا ما يستخلص من تصريحات المسؤولين في كل من الرياض وطهران خلال الساعات الأخيرة. طهران التي اتهمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم بالوقوف وراء استهداف مطار الرياض من خلال تقديم الصواريخ لفصائل يمنية، معتبرا أن ما جرى هو عدوان عسكري مباشر من قبل النظام الإيراني وقد جرق إلى ما اعتبره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة. موقف يتنزل في سياق ما أعلنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن السعودية تحتفظ بحق الرد على التصرفات التي وصفها بالعدائية ضدها من قبل إيران، وهو ما نفته طهران رافضة المواقف السعودية والأمريكية التي تقول إنها هدامة واستفزازية وافتراءات. وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة دعت إلى تحميل إيران المسؤولية عن انتهاكات قرارات الأمم المتحدة وبالضلوع في استهداف الأراضي السعودية. صدى هذه الأزمة بلغ لبنان كذلك، حيث اتهمت الرياض بيروت بإعلان الحرب عليها بسبب ما وصفته بعدوان حزب الله على المملكة. وهدد الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي باتخاذ ما يلزم من التحركات ضد حزب الله دون الخوض في تفاصيل هذه التحركات. وقد نبهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم إلى التداعيات الخطيرة للتوتر الحاصل بين إيران والسعودية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي يبدو أنها لن تنعم بالاستقرار لأسباب منها ما هو معلن ومنها ما تحركه جهات تعمل على حماية مصالحها في المنطقة. تجتمع الأسرة الدولية في بون الألمانية للتحرك على عجل ضد الاحتباس الحراري ولتحقيق تقدم في تطبيق اتفاق باريس. قمة كوب 23 تعقد بمشاركة مندوبي 200 بلد بما فيها الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ باعتبار أن القرار لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 3.5 سنوات. وحسب ما أعلنته منظمة الأرصاد الجوية العالمية، من المتوقع أن تكون سنة 17 و2000 الأكثر حراً بين السنوات التي لم تشهد ظاهرة النينيو التي تحدث كل 3 إلى 7 سنوات وتتسبب بارتفاع الحرارة. وتزامناً مع افتتاح القمة تجمع عدد من المتظاهرين للمطالبة بمزيد بذل الجهد في حماية البيئة. نعود الآن إلى تونس مع وثائقي ولد كراجل للمخرج التونسي هيفال بن يوسف الذي كان مفاجأة متابعي أيام قرطاجة السينمائية في دورتها 28، إذ عايش مخرجه بعض الحراقة التونسيين سنوات وروى محنتهم بأصواتهم وصورهم. على امتداد 60 دقيقة تتجول كاميرا المخرج هيفال بن يوسف في شوارع باريس وساحاتها تترصد تفاصيل معاناة 7 شبان غادروا تونس بطريقة غير شرعية. ولد كراجل فيلم وثائقي يكشف واقعا أليما يعيشه شبان ركبوا البحر وجازفوا بحياتهم من أجل وهم. ديما تكون عندك المغاس وتعيش كما في قفص وفي قيمات. اعطيني 10 زوايا ياخذ مني 100 ألف اعطيني 400 ألف شو تعمل مع بعض؟ يقولوا عليه يطلع بيت ما تحبش تخدم عليه. المساج يوصل للشباب التونسي اللي في مخه اللي الحرقة والأوروب حاجة أخرى. هك شفت في الفيلم، هك شفت شنو صار فيهم، شحد من 6 نجح في الحكايه نتاعو. سيتو 5 سنوات قضاها المخرج مع العربي ورضوان وابو بكر وغيرهم، عايش مشاغلهم والتحم بهمومهم، فكان منسوب الصدق في شهاداتهم نقطه قوه العمل على بساطه القصه. موضوع الحرقه كونسومابل ديجا تحكيت فيه برشا، مي هيفا عرف كيفاش يعمل ريشيرش باش عرف يخرج حاجه كيما كيك. قريت 5 سنين فاش فادوني، لان وليت صحاب مع الشخصيات نتاعي. نسيو هالكاميرا
فهمتني؟ ولاني زاد يدخل الفكيه نتاع ليكيب اللي ساعات نقولوا مانيش قاعدين نصوروا. من احنا واحد قاعدين نصوروا باش يكونوا مرتاحين ماهوش يوريك في عبيد قاعده تحرق وفلوك ما عندناش هذا الكل. الفيلم وصل ميساج بطريقه ذكيه بطريقه جديده تريتمون جديد اخر جم. الجمهور الذي توافد باعداد كبيره على قاعه المونديال عشيه اليوم اكد على تميز الطرح وحرفيه المخرج في تقديم رؤيه مغايره لموضوع الحرقه بوسائل تقنيه بسيطه. فيلم حلو يحكي على الشباب التونسي كيفاش يعاني البر. عجبني برشا الاستوائي حلوه. شفنا الحاجات ميكرو شاف حاجه سامبل تريبيي صغير دي اس ال ار صورت دونك حاجه خرج منها ماتير يعطيه صح. فيكسيون ماهوش دعم ماهوش راهو دوكيومونتير شريط وثائقي دونك يكون عمل ضجه هذايا معناتها وصل الميساج نتاعو راهو حاجه تشبه للعباد. بين الالم والامل يقاوم ابطال الوثائقي بؤس العيش والعنصريه والدوريات الامنيه واقع صادم اراده المخرج ان يكون المضمون الرئيسي لولد الراجل. نهايه الموعد الاخباري مشاهدينا الكرام اليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. اتفاقيات شراكة وحل الأزمة الليبية والهجرة غير القانونية أبرز محاور مباحثات رئيس الجمهورية ونظيرته المالطية. وزير الدفاع يتعهد بكشف حقيقة غرق مركب الهجرة غير القانونية قبالة قرقنة ويؤكد أن تونس تعد استراتيجية تصنيع عسكري وطنية. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المالية التكميلي 17 و2000 ونواب يوصون بتجنب مثله مستقبلاً. بوابة التلفزة التونسية على ذمتكم مشاهدينا حتى تتابعوا أخبارنا كلها. ليلة طيبة.